التعابين، لا تخافوا من التعابين بس لكن احذروا. احنا النهارده هنوريكم اخطر انواع التعابين في مصر، وهي الناشا ناشا او الكوبرا المصريه او الحيه المصريه. دي تركيبتها في جميع انحاء الدول العربيه. النهارده هنشوف مع بعض الناشا ناشا وهنعرف معلومات عنها كافيه. هل وهي صغيره زي ما يكون هي كبيره؟ كل ده اللي اكده لكم في الفيديو. بس لو انت اول مره تتفرج على الفيديوهات بتاعتي او اول مره تشوفني، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي على اليوتيوب مملكه ابراهيم كوبرا، مستني دعمكم. ولو الفيديو اعجبكم انشروا الفيديو على اوسع نطاق، واتمنى كل الجمهور اللي يتفرج عليه ينشره على اوسع نطاق، واكتب لي في الكومنتات هل الفيديو عجبه او لا، عشان استمر في سلسله الحلقات اللي انا انزلها عن جميع انواع الزواحف والحيوانات داخل مصر وخارج مصر. دلوقتي هنشوف مع بعض، هنقرب مع بعض هنا. من اخطر التعابين في مصر هي الناشا ناشا او الكوبرا المصرية، ملكة مكانها. ليش؟ نقرب مع بعض هنا. هنا هيت مع بعض، هنطلعها اهوت. دي الناشا ناشا، حجم صغير. تفريخ السنة دي عندنا في المنصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين، هوريكم. انا حاطط الفرشة دي عشان تشوفوها بشكلها الطبيعي. قرب كده يا محمد، اهي هاتها من كل الاتجاهات. هي دي يا جماعه الناشا ناشا او الكوبرا المصريه، ملكه مكانها. واللي يشوفها حاليا اكنه شايف الكوبرا الهنديه. هنشوف مع بعض. دي الناشا ناشا او الكوبرا المصريه اللي موجوده في مصر من اكتر من 7000 سنه، والشاهد على كده اجدادنا الفراعنه. زي ما انتم شايفين كده، هنا كده هنشوف مع بعض عشان ما ينفعش اقرب ايديا عليها. شايف النقش هنا كده شبيهة الكوبرا الهندية. هنشوف مع بعض تاني وهي بتشرع. أنا فضلت أمسك فيها والله العظيم من الأماكن الطبيعية بتاعتهم، من الأماكن الزراعية، قعدت أمسك فيها يجي نص ساعة. أخطر من الكوبرا الكبيرة. نشوف مع بعض أهو التاني. بصوا هنحاول نوريكم الطقس احسن ومتقدمة. شغال هناك بول. قرب هنا انت. زي ما انتوا شايفين يا جماعه، ديت توقع فيه ما توقعش بني ادم. زي ما انتوا شايفين كده هي بتحجبني وبتطردني. زي ما انتوا كده شايفين بتطرد فيا، وديت يا جماعه توقع فيه ما توقعش بني ادم. نشوف مع بعض دلوقتي. هنقرب مع بعض هنا. دي يا جماعة الكوبرا المصرية، مش تعبان عادي ولا سهل لأي حد يتعامل معاه. وزي ما احنا شايفين اهيت، في ناس بتقول لك الخطوط ديت ده عمرها. لا يا جماعة، دي مش عمرها، دي ربنا سبحانه وتعالى بتمسك تخرج من البيضة بنفس. زي ما احنا شايفين كده الخطوط ديت دي فيها طبيعية. هنشوف مع بعض اهوت. معاك شفتها؟ هتلاقيه مفتعمل معاك تمام. اهو يا جماعه بقها الطبيعي زي ما انتوا شايفين اهوت. دي لسان التنفس بتاعها، وادي هنا الانياب اللي فيها السم. هنا اهيت، يا ريت تكون واضحه. عاوزين نحلب لكم بس منها سم الاول. الكوبرا ناشا ناشا الكوبرا الصغيره ديت توقع فيل يا جماعه.
ملهاش دعوة. التعبان السم هو سم، ربنا سبحانه وتعالى خلقه سم، في غدد السمية بتاعته. والتعبان اللي غير سم ربنا سبحانه وتعالى بيخلقه غير سم، ملوش دعوة بقى كبر صغر، دي ملوش أي دعوة. السم بيخرج من البيضة بتاعته سم، والغير سم بيخرج من البيضة بتاعته غير سم. يعني ديت فأس السنة دي، ديت فأس السنة دي لو تمسك فيها حوالي جساعة، وهي في طبيعتها بتبقى شرسة عن كده قوي، وزي ما انتم شايفين كده بطنها عامل زي الألماس بالظبط، زي ما احنا شايفين كده زي الألماس بيلمع. شوفوا ديت، شوف حجمها قد ايه، توقع فيل والله يا جماعة. شفتوا ظهرها منقوش عليها زي الكوبرا الهندية أو الحية الهندية على حسب ما الناس بتتابعني في أنحاء مصر أو خارج مصر. زي ما احنا شايفين مع بعض هنا الكاس اهوت، هنمسحه الأول تاني عشان لو في أي حاجة عشان السم يبان. بس ركز معايا هنا كده، زي ما انتوا كده شايفين مفيهوش أي سائل أو أي حاجة، اهوت نضيف خالص. هنشوف مع بعض. شايفين يا جماعه؟ شايفين يا جماعه؟ والله العظيم بيقولوا موتوا فيل يا جماعه. الكرة اللي نزلت دي تموت فيل؟ لا تموت فيل. لا اهي باين عندك يا محمد؟ باين والله يا جماعه دي تموت فيل، ما تموتش بني ادم، تموت فيل. هلا بقى باتجاهاتها زي ما انتوا كده شايفين دول وموتوا فين. هنوريكم منها الحجم الكبير دلوقتي. بس لو اول مره تتفرج على القناه بتاعتي ما تنساش اللايك والاشتراك وتدعمني في القناه عشان يوصل لك كل ما هو جديد من داخل مملكه ابراهيم كوبرا على اليوتيوب. مستني دعم كل ساده الحضور، وهنشوف مع بعض النشا نشا الكبيره منها شكلها عامل ازاي. هنشوف مع بعض، وبرده هنحلب لكم منها السم بتاعها. هنقرب مع بعض هنا يا بسم الله الرحمن الرحيم. دي النشا نشا منها الكبيره اهوت، سامعين؟ قرب سامعين؟ سامعين صوت الفحاح بتاعها؟ ملكه مكانها، من اخطر التعابين في العالم كله، شايفين؟ بس احنا بنتعامل معاها كده عادي، وتعودنا على كده، واهالينا علمونا كده زي ما انتم شايفين كده. من اخطر الكوبرا في العالم كله، وهي الناشا ناشا زي ما انتم شايفين كده. هنشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين كده عماله تطرد فيا وعماله تقاوم معايا اللي هي تعضني، بس انا متحكم فيها ومسيطر عليها زي ما انتم شايفين كده. اهي موقفها كده على الارض، ملهاش دعوه هي صغيره او كبيره، دي انتهيه كبيره اهي في السن. يا محمد الكوشه من عندك، خليك ماسكها يا ريس، طردها ما تخافش، تاخدها من عندك ما تخافش، امسكها هنا اهو. روح هناك بقى يا بلد، ثابت ثابت ثابت، خليك من تحت. زي ما انتم شايفين كده من اخطر التعابين المصريه، وهي الكوبرا المصريه ملكه مكانها وملكه الوطن العربي، اللي هي الناشا ناشا. هوب زي ما انتم شايفين كده من اخطر التعابين في العالم، وهي الكوبرا المصريه. ولو بتخافوا من التعابين لا تخافوا، بس لكن احذروا من خطورتها.
قرب مع بعض. شايفين يا جماعة؟ شوفوا بقى يا جماعة، مش بوق ولا شاروخ. بصوا، تبلع فرد حمام كامل عجوز زي ما انتوا شايفين كده اهو. هوريكم بقى، هنشرح لكم هنا كل التفاصيل، بس ثانية واحدة نقعد على البتاع. هات الغطا، هات الغطا. يلا نيجي هنا مع بعض عشان نعرف نتكلم عنها، نشرح كل حاجة فيها. هنبص هنا مع بعض، هنركز هنا يا جماعة. ديوت مكان التنفس بتاعها، وهي لو بتاكل الفريسة بتاخد نفسها من هنا، وصوت الفحاح بيطلع من هنا عشان ما بتاخد نفسها، ده بيديها مساعدة اللي هي تطلع صوت فحاح. هنيجي مع بعض هنا، هنا كل دوت فيه هنا انياب. الانياب اللي هنا ديت هنا هي بره بعيد عن الغدد، هي الانياب ديت اهي. دي هنا في انياب وهنا في انياب. الانياب ديت اللي هي بتسحب بيها الفريسه بتاعتها، اللي هي كانت الحمامه او الفار، دي بتتغذى على القوارض. وهنيجي مع بعض هنا كده، دي الغدد اللي هي فيها السم، هنوريها لكم اوضح اهي. هنا دي الانياب اهي اللي فيها السم، دي الغدد بتاع السم. طب هل لو شلنا السنان بتاعتها هل يبقى فيها سم؟ ايوه طبعا فيها سم. ازاي هنعرف بقى ازاي السم؟ قرب معانا كده يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كده شايفين هنا كده مع بعض، هنا حتتين دول تراي، دي اللي فيهم اصلا السم، الغدد كلها هنا اهي. عشان تشيل الغدد ديت لو ركزنا مع بعض هنا اهي، طريه هنا اهي. هحاول اشرحها لكم اكتر، بصوا ركزوا معايا هنا كده اهي. اهي شايفينها هنا، هنا السائل اللي هو اللي فيه السم بتاعها، هو ده السم هنا اهوت يا جماعه. دي الغدد اللي متصله هنا بالانياب، والانياب بتاعتها بالظبط عامله زي السرنجه بتاع الدواء، مش اكتر. السنه بتاع الدواء زيها بالظبط اهيت، بتبقى مجوفه من الخارج ومشطوفه من الخارج برضو. وهنثبت لكم دلوقتي واحنا بنحلب السم منها اهوت. قرب معانا كده، شايفين يا جماعه السم نازل يجري ازاي؟ بصوا يا جماعه اهوت. رغم اللي هي كبيره جابت جرعه قليله عن الكبرى الصغيره، الكبرى الصغيره ديت بتبقى بتلمس سم بطريقه غريبه عن الكبيره كمان. انا بحصرها لكم خالص، بنزل كل اللي فيها دلوقتي. احنا كده نزلنا كل اللي فيها، امسك كاسه واحده وريهم السم في الكاس. سيبي بقى خليكيش رخمه كده. شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ هوريكم مع بعض هنا على الأرض اهوت، على البن هنا اهو. في ناس هتقول لك هم هل دول يموتوا فيل؟ ايوه يموتوا فيل يا جماعه. الكوبرا المصريه انا اوريكم الاول بس السم على الارض اهوت. اهوت يا جماعه اهو. الكوبرا المصريه موجوده في مصر يا جماعه من اكتر من 7000 سنه، والشاهد على كده اجدادنا الفراعنه رسموها على المعابد، رسموها على الكاسات، رمز العظمه والقوه. ليه ما رسموش راس اسد او راس خرتيت، راس الكوبرا الصغيره الضئيله ديت، قادر على قتل اي شيء على وجه الارض. راس الكوبرا الصغيره الضئيله ديت قادر على اي قتل اي شيء على وجه الارض، كفيل كاي كائن حي او حيوان تقدر تموته. الكوبرا المصريه السم بتاعها بيأثر على الجهاز العصبي المركزي. السم بتاعها لو اتشرب هو بروتين عالي الانزماج، اهم حاجه ما يكونش يختلط بالدم، يعني ما يكونش عندك قرحه، ما يكونش عندك حاجه في البلعوم، ما فيش حاجه عندك في اللثه، تشرب السم، هو بروتين عالي. السم الكوبرا هو ماده حمضيه، وكده كده الانسان بيهضم بماده حمضيه. الى العكس، السم الكيماوي اللي هو الرش او المواد الكيميائيه لو جت على الجرح
لو انت متعور اللي هو الماده السامه، اي ماده سامه كيماوي، لو جاك جرح بيقول لك اغسل ماء ايدك بالماء والصابون، يعني مفيش اي ضرر. حتى لو ما غسلتش ايدك مفيش منه اي ضرر، اي سم كيماوي، اي سم كيماوي. لما الى العكس، السم الكبرى لو جاك جرح او سم التعبان بصفه عامه، او سم العرق، او سم الطريشه، اي تعبان او اي نوع زاحف سم، السم بتاعه بيختلط بالدم. السم الكيماوي لو اتشرب يموت، السم الكيماوي لو اتشرب يموت، الى العكس من الكبرى. السم الكيماوي لو اتشرب وانت ما عندكش قرحه ولا عندك حاجه في البلعوم ولا اي حاجه ولا في اللثه يموتك. السم الكيماوي، السم الكيماوي يموت. لما السم الكبرى مش بيموت، دام انت ما عندكش اي حاجه في معدتك وسليم صحيا وجسديا ما يحصلش اي شيء. واتمنى ان الفيديو يكون اعجبكم، ولو اعجبكم اتمنى كل صدى الحضور تنشره على اوسع نطاق عشان نوصل لكل الناس المعلومات الفايده. وانتظروا سلسله فيديوهات عن جميع انواع الزواحف والحيوانات داخل مصر وخارج مصر، واكتبوا لي في الكومنتات انت عاوزين تعرفوا اي معلومه عن اي حيوان داخل مصر او خارج مصر حيوان زاحف هعمله لكم. واتمنى دعمكم في القناه واشتراككم في القناه، واتمنى تدعمني باللايك وتكتب لي في الكومنتات هل الفيديو عجبك ولا لا، وتنشره على اوسع نطاق. وتحياتي لكم، ابراهيم كوبرا من داخل مملكه ابراهيم كوبرا. شكرا لكم.